أهلا بكم في مال وأعمال، أنا دينا سالم. نعرض على حضراتكم الليلة لقاء أجريناه مع المهندس مجدي غازي رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية لنتعرف فيه على تفاصيل تمويل المجمعات الصناعية للمشروعات الصغيرة ضمن مبادرة رئيس الجمهورية مصنعك جاهز لإنشاء مجمعات صناعية بجميع أنحاء الجمهورية ويصل عددها إلى 13 مجمعا. وسنستضيف أيضا الكابتن طيار زكريا رشدي رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، وسنتحدث عن عودة حركة الطيران بدءا من الشهر المقبل وتفاصيل الحركة عندما يحين ذلك. مشاهدينا نتوقف مع فاصل قصير، نتابع بعده أهم الأخبار. وقعت وزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط اتفاقا مشتركا مع وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد والسفير ستيفان روماتي سفير فرنسا لدى القاهرة، يتم بمقتضاه تخصيص الوكالة الفرنسية للتنمية 15 مليون يورو لصالح وزارة الصحة والسكان لشراء أجهزة طبية والحصول على أدوات الحماية والوقاية لمواجهة فيروس كورونا. وقالت الوزيرة إن الاتفاق يأتي في ضوء التعاون المثمر بين شركاء التنمية لتيسير وتنفيذ استراتيجية الاستجابة وإعادة البناء، كما يستهدف تعزيز وتوسعة نطاق خدمات الرعاية الصحية. قالت وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد أنه تم اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019-2020 بمبلغ 10 مليارات جنيه للحد من الآثار السلبية الناتجة عن انتشار فيروس كورونا. وأضافت وزيرة التخطيط أن الاعتماد الجديد يستهدف أيضا زيادة معدلات التشغيل بشكل مباشر من خلال سداد مستحقات الشركات والمقاولين، وبما يعمل على زيادة السيولة المالية ويتيح الفرصة لسداد مستحقات وأجور العاملين. أكد وزير المالية الدكتور محمد معيط أنه لا مساس بسعر الضريبة في مشروع تعديل قانون القيمة المضافة، وأن المشروع المقترح يعالج بعض الملاحظات التي اكتشفت خلال التطبيق العملي لقانون الضريبة على القيمة المضافة. وأضاف أن التعديلات الجديدة تتضمن تقنين الأوضاع بعد الانتقال إلى تطبيق منظومة الإقرارات الإلكترونية والشمول المالي للمدفوعات الإلكترونية والتواصل بين مصلحة الضرائب والمسجلين إلكترونيا. وافقت منظمة الأمم المتحدة للتنمية اليونيدو على انضمام مصر رسميا لمبادرة قطن أفضل. وقالت وزارة الزراعة إن برنامج المبادرة تدعم بشكل أساسي سبل المعيشة لدى المزارعين من خلال تطبيق مزيد من الممارسات الزراعية المستدامة. اليوم نشهد بعض الاستقرار في أسعار الدولار، نتابع معكم الحركة في بعض البنوك المصرية. We'll be right back.
الذهب عالميا بنحو 13 دولارا خلال تعاملات اليوم بسبب المخاوف من موجة ثانية من فيروس كورونا. وهبط سعر العقود الآجلة للذهب تسليم أغسطس ب1% ليسجل 1724 دولارا و60 سنتا للأونصة، وهبط سعر التسليم الفوري ب14% ليصل إلى 1723 دولارا و88 سنتا للأونصة. أما هنا في مصر فوجدنا هبوطا قويا في أسعار الذهب تقريبا 8 جنيهات على الأعيرة المختلفة. ارتفعت إيرادات الشركة المصرية للاتصالات ب15% مسجلة 7 مليارات بنهاية الربع الأول من العام الحالي، بينما تراجع صافي أرباح الشركة بنحو 19% ليسجل 1.3 مليار جنيه مقارنة بالعام السابق، وأدى الانخفاض في إيرادات الاستثمار من فودافون إلى الحد من أثر نمو الأداء التشغيلي وأرباح فروق العملة. لمزيد من التفاصيل ينضم إلينا مباشرة عبر الهاتف محمد مجدي محلل أول قطاع الاتصالات في بلتون المالية. مساء الخير أستاذ محمد، وفي البداية حدثنا عن تقييمك لنتائج المصرية للاتصالات، خاصة أنه كان هناك طفرة في استخدام الداتا، وهذا الجزء تحديدا شهد ربما نشاط ملحوظ ليس فقط بالنسبة للمصرية للاتصالات ولكن للقطاع بشكل عام. مساء الخير لحضرتك، أهلا بك وبالسادة المشاهدين. طبعا النتائج اللي حققتها مصرية للاتصالات خلال الربع الأول كانت يمكن متوقعة بشكل كبير مننا كبلتون ويمكن من السوق كله حتى، تحديدا الزياده اللي حصلت في الايرادات بحوالي 15% على اساس سنوي، ودي زي ما حضرتك قلتي هي ناتجه عن الزياده اللي حصلت في استهلاك الداتا تحديدا الانترنت المنزلي خلال الربع الاول وبدايه من شهر مارس من السنه دي، نتيجه اجراءات الحكومه لزياده التباعد الاجتماعي طبعا والسماح للموظفين بالعمل من المنزل سواء القطاع الحكومي او القطاع الخاص. فيمكن ده زود الطلب بشكل كبير على الداتا في مصر بدايه من مارس، ويمكن ده ما سمعش بشكل كلي لسه في نتائج المصريه للاتصالات، لان الزياده اللي حصلت حسب كلام الوزير عمرو طلعت ان الزياده وصلت تقريبا ل 70 او 80% بدايه من مارس، فالاستهلاك لسه ما دخلش بشكل كلي، يمكن بدايه من الربع الثاني هيبان الاثر اكتر على الايرادات. طبعا برضو من الاسباب اللي ادت لزياده الاستهلاك الانترنت هو توقف المدارس والجامعات، فبقى سن الشباب كله قاعدين في البيت مع زياده ساعات الحظر، فبقت الناس كلها بتستهلك انترنت وساعات الذروه زادت ل 15 ساعه من قبل كده كانت 7 او 8 ساعات. يعني اتضاعفت استاذ محمد، يعني النسبه كبيره جدا في استخدام الانترنت المنزلي. طيب بالنسبه للمحاور الاخرى، مثلا صافي الارباح تراجع ب 19%، ايه الاسباب المباشره لذلك؟ هو السبب الرئيسي طبعا زي ما حضرتك قلتي هو الانخفاض في الايرادات اللي جايه من استثمارات فودافون خلال الربع الاول، انخفاض بحوالي 28%، بس دي مش حاجه نقدر نقول انها تخض او مشكله ليها علاقه بالارباح التشغيليه اكتر، هي ليها علاقه بحاجه مخصصات محطوطه بتتحط تقريبا في الفتره دي اغلب شركات الاتصالات ليها علاقه بمنازعات قضائيه وبعض الحاجات اللي بتبقى موجوده كل سنه عند كل الشركات، فمش حاجه تخض،
وزي ما قلنا هو في الاخر الزياده اللي حصلت في استهلاك الانترنت حصلت على مستوى مصر كله، فمتوقعين ان فودافون من الربع الجاي هتبتدي بقى تسمع الزياده دي اللي حصلت عندها، خصوصا مع زياده الاستهلاك في ابريل ويمكن لحد دلوقتي، وان دي حاجه مش اي حاجه اسمها ون اوف. الانخفاض اللي حصل في ايرادات فودافون هي حاجه بتحصل مره واحده ربع واحد في السنه بتدخل وخلاص، فيمكن هو ده كان السبب الرئيسي في انخفاض ارباح مصرية الاتصالات، ومش حاجه بالنسبه لنا مش حاجه تقلقني. طيب في الفترة المقبلة ما رؤيتكم لقطاع الاتصالات، بالذات انه ما زال هناك توصيات بالتباعد الاجتماعي، ناس كثيرة اعتادت على استخدام المنصات الالكترونية للشراء وللتسوق بشكل عام؟ هو طبعا احنا شايفين ان النظرة بتاعت المستثمرين وبتاعت اصحاب الشركات وحتى نظرة الحكومة نفسها لقطاع الاتصالات والانترنت اختلفت تماما بعد انتشار الكورونا وبعد المشاكل اللي حصلت مع الكورونا. بقى دور قطاع الاتصالات والانترنت في مصر وحتى في العالم كله دور حيوي، حاليا هو احد الاسباب الرئيسيه اللي مخليه عدد الاقتصاد شغاله، احد الاسباب الرئيسيه اللي مخليه لسه في انتاج كل الاعمال المكتبيه اللي ممكن تتعمل من البيت، اعتقد اغلب الموظفين بيعملوها دلوقتي. فاعتقد ان الدور الحيوي اللي لعبته شركات الاتصالات وعمليه الانترنت هينعكس اكتر في زياده الاستثمارات الحكوميه، واحنا شايفين ان يمكن من القطاعين اللي لهم اولويه الفتره الجايه في الاستثمارات الحكوميه هم القطاع الصحي وقطاع الاتصالات، وده هيبان حتى من زياده استثمارات المصرية للاتصالات في العاصمه الاداريه الجديده وفي المدن العمرانيه الجديده، واستمرارهم طبعا في تحويل كل الكابلات النحاسيه الى الياف ضوئيه. ما حجم الاستثمارات التي تتوقعونها في القطاع الطبي وقطاع الاتصالات؟ بالنسبة لقطاع الاتصالات احنا بنتكلم تقريبا في حجم استثمارات ما بين 8 ل 10 مليار جنيه. القطاع الطبي يمكن الصورة لسه مش واضحة أكتر، بس لسه بنعتقد إن هو في نفس المدى كده، ممكن يبقى فيه زيادة أكتر شوية ل 12 مليار جنيه. باعتبارهم الاثنين زي ما قلنا هم دول ماشيين البلد دلوقتي، هم دول اللي هيساعدوا إن عجز الاقتصاد تفضل شغال. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا، محمد مجدي محلل أول قطاع الاتصالات في بلتون المالية. أغلقت مؤشرات البورصة اليوم على تباين، لنتابع معكم الإغلاق. المؤشر الرئيسي EGX 30 يتراجع، وستتابعون النسب المحددة. 16% من التراجعات أغلق المؤشر في جلسة اليوم عند 10668 نقطة. نتابع معكم المؤشرات الأخرى في البورصة المصرية. EGX 70 يصعد بربع بالمئة، و EGX 100 متساوي الأوزان يصعد بأكثر من 20%. لننتقل سريعا لأداء البورصات العربية بنهاية تعاملات اليوم الاثنين. تراجع في السعودية ودبي وأبوظبي، دبي تخسر حوالي 2%، والكويت تصعد 21% بنهاية تعاملات اليوم. أما بالنسبة لمسقط والبحرين فكان هناك ميل للصعود بنهاية جلسة اليوم. فصل قصير وبعده، وفقا للمبادرة الرئاسية تمويل يصل إلى 100% من ثمن الوحدة ضمن مبادرة مصنعك جاهز. وقعت هيئة التنمية الصناعية والبنك المصري لتنمية الصادرات اليوم بروتوكول لتمويل وحدات صناعية صغيرة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتوسع في إنشاء المصانع المجهزة بالتراخيص كاملة المرافق بجميع أنحاء الجمهورية. الزميل أحمد عبد الرازق أجرى لقاء خاصا لمال وأعمال مع المهندس مجدي غازي
رئيس هيئة التنمية الصناعية. نتابع. البروتوكول المقصود منه أساسا هو التيسير على المستثمر النهائي في ان هو ياخد مصنع ويبدا يدوره ويشغله وينتج من غير ما يتعثر، لان المستثمر الصغير بيبقى كل اللي يملكه ان هو عايز عنده مشروع، عنده فكره، عنده تصور، بيجي ياخد الوحده من عندي او المجمع من عندي او الوحده الخاصه اللي جوه المجمع، بيدفع جزء منها والجزء الثاني بيبقى اقساط. فالهيئة شافت ان هو من التيسير على المستثمرين ان هو تبدا تتعاون مع البنوك تيسيرا لي وضغطا للاجراءات وتقصير الوقت في ان هو يحصل على وحدته، انها تعمل بروتوكولات مع البنوك عشان تيسر عليه الحصول على الوحده وتامن المستثمر من ناحيه المصاريف الخاصه باستمراريه الوحده. بصراحه في تعاون كبير جدا من البنوك اللي احنا تعاملنا معاها، كان اخرهم بصراحه بنك تنميه الصادرات، بنك قدم عرض رائع جدا. احنا عاملين قبل كده 5 بروتوكولات، ده البنك ده البروتوكول السادس، قدم عرض رائع جدا ان هو ممكن يعني يدعم او يعني يدي للمشروع او يدي للمستثمر لحد 100% من التكلفه. طبعا دوت احنا هدفنا الاساسي ان هو اي مكسب ياخده المستثمر، فلما بنك يديني العرض ده لا يمكن انا مش هستخسره في المستثمر، لان انا لو ما قبلتوش يبقى انا حرمت المستثمر من تيسيرات. وللامانه البنك عمل بروتوكولات قبل كده بره الهيئه، لكن كان جوه المجمع الخاص بينا، لكن كان عن طريق محافظه بورسعيد، وثبت نجاحها وفي ناس كتير جدا شكرت في التعامل مع البنك. فاحنا ما حبينا ان كل المستثمرين تستفاد من مبادره البنك، واحنا النهارده وقعنا البروتوكول معاه عشان خاطر كل المستثمرين يعني يستفادوا من مبادره السيد الرئيس بالتيسير على صغار المستثمرين بمبادره 5% متناقص. هدف الهيئه هو دعم المستثمرين الصغيرين والكبار والمتوسطين، والهيئه لا تألو جهد ان هي تشوف اي طريق ان هو يساعد المستثمرين. وزي ما حضرتك قلت ان جميع هيئات الدوله الحمد لله بتتنافس وتتكاتف للقيام بالتنميه الصناعيه في مصر. فندم، ايه تاني التيسيرات اللي بيطرحها البنك بالتعاون مع الهيئه في اطار هذا البروتوكول غير فكره ال 100%؟ وان كانت يعني ال 100% هو تمويل غير مسبوق، فايه تاني موجود من التيسيرات؟ يعني انا هقول لحضرتك، انا هترك الموضوع دوت تقوله الاستاذة ميرفت رئيس مجلس ادارة البنك، عشان ده يعني ايه ما اخدش منها ده شغلها يعني. لكن انا اتكلم على التيسيرات اللي انا بقدمها كتنمية صناعية. احنا بنقدم تيسيرات كتير جدا لصغار المستثمرين وللمستثمرين بصفة عامة، يعني حتى في اثناء ازمة الكورونا اللي احنا كلنا بنمر بها حاليا، احنا الهيئة عملت تيسيرات كتير جدا. منها على سبيل المثال انا من شهر 3 انا اصدرت قرار بناء على التعليمات من قياداتي ومن قيادات الدولة ان احنا نيسر على المستثمرين عشان ما يتأثروش بالأزمة دي. اصدرنا قرار بان مد كل السجلات والرخص لحين انتهاء الأزمة، عشان خاطر اولا ما تعبش الناس، لان اللي عنده سجل خلص عايز يجدده عشان خاطر عنده مشاكل في بيستورد، اذا كان هيستورد مواد خام او هيصدر، فمحتاج ان هو يجدده. بدل ما اتعبه ويجي انا قلت لا، كل السجلات اللي هي هتنتهي لا ساريه لحين انتهاء الازمه، كل رخص التشغيل اللي هي انتهت كلها ساريه. راعينا في الوقت الحالي ان احنا الإجراءات اللي هي مش ضرورية حماية للموظفين وللمستثمرين إن إحنا نعتبرها كأنها تمت. ما فيش داعي إن يبقى في زحمة لو في حد جاي قطاعات، مثلا عندي قطاع الأراضي اللي هو اللي عايز أرض جديدة أو غيره، ما أعتقدش إن هو هيبقى يعني حاجة مهمة في خلال الشهرين 3 دول. فأجلت بعض الأنشطة أو بعض الأعمال اللي إحنا كنا بنقوم بيها والخدمات اللي كانت بتقوم بيها الهيئة، لكن حميت المستثمر من مردودها. يعني كان عندي جدول زمني، اللي خد أرض مثلا على سبيل المثال وإن هو المفروض يطلع رخصة مباني في خلال 6 أشهر من استلام الأرض نتيجة الأزمة اللي إحنا فيها مش هيقدر، فمدت له الست أشهر من غير أي أعباء عليه،
اللي هو عايز يعمل المفروض يطلع رخصة التشغيل في خلال الثلاث سنين ما اديتها له بدون أي حاجة، اللي محتاج مهلة إضافية لأرضه ما اديتها له بدون أي أعباء، كل الكلام ده مساعدة للناس ومراعاة للظروف اللي بتمر بيها المستثمرين والبلد. طيب فندم، بعد توقيع هذا البروتوكول وغيره من البروتوكولات في إطار هذه المبادرة، هيبدأ المستثمرين بالفعل بالتوجه للهيئة أو غيرها من الجهات المعنية للحصول على الوحدات عن طريق تقديم الأوراق وما شابه، فبرضو إيه هي إمكانية التيسير أو التعامل؟ هل هناك طريقة تواصل مثلا أونلاين مع اللي بيخلصوا اللي عايزين يخلصوا أوراقهم أو ما شابه، ولا بيتم التعامل إزاي في إطار كورونا زي ما حضرتك كنت بتتحدث يعني قبل قليل فكرة إن إحنا مستمرين في العمل في ظل كورونا، ولكن يعني في الظرف الاستثنائي بيبقى فيه أيضا بعض التعاملات الاستثنائية يعني. بص حضرتك، موضوع كورونا ده إن ما كناش هنشتغل وننتج مش هنقدر نقاومه، يعني من أحد أسباب أو أحد الأشياء اللي ممكن تخلينا ننتصر على كورونا أنه أنت حضرتك تفضل شغال وتستمر وتستمر الحياة، لكن خد احتياطاتك وخد احترازاتك. إحنا داخلين في مرحلة التعايش، ان هو مش في يوم وليله هيروح، لكن لازم احنا نفضل عايشين لحد ما هو يخلص، لكن لو احنا وقفنا كل انشطتنا يبقى احنا اللي هنتاخر. فبناء على كده احنا قدمنا التيسيرات وقدمنا كل اللي احنا بنقدمه دلوقتي. موضوع الوحدات اللي احنا هنطرحها، لان هو في وحدات اللي هو المسحوبات من المجمعات السابقه زي بدر والسادات وبورسعيد، دي ممكن التعامل عليها سريعا دلوقتي. في عندنا 13 مجمع، دول دي مراحل لسه جايه. ال 13 مجمع احنا عاملين بروتوكول مع جهاز تنميه المشروعات الصغيره والمتوسطه، هو بيساعدنا في موضوع تلقي الطلبات، وبصراحه يعني هو المستثمرين الصغيرين اعتقد ان هم محظوظين جدا ان رئيسه الجهاز هي وزيره الصناعه، فيعني هم خدوا المكسبين يعني. فاحنا بيساعدنا في موضوع تلقي الطلبات هو جهاز تنميه المشروعات الصغيره، كل فروعي مفتوح انها بتستقبل، بالاضافه الى ان احنا الموقع بتاعنا بتاع الهيئه الموقع الالكتروني ممكن بقبل عليه طلبات دلوقتي، مش طلبات التقديم، طلبات الرغبه في ان هو عايز وحده بالظبط، بنبدا نتعامل معاه نقول له انت اوكي ممكن بقى تسحب النموذج وتبدا تقدم. شكرا جدا يا فندم، وتشرفت بحضرتك ونتمنى لكم مزيد من التوفيق. شكرا يا فندم، شكرا. مشاهدينا، ولمزيد من التفاصيل من الناحية التمويلية بطبيعة الحال عن هذه المبادرة، تنضم إلينا مباشرة عبر الهاتف الأستاذة ميرفت سلطان، رئيس مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات وعضو مجلس إدارة اتحاد بنوك مصر. مساء الخير أستاذة ميرفت، وخليني أبدأ مع حضرتك بالسؤال المهندس مجدي غازي طلب أنه نطرحه عليكي، وهو التيسيرات التمويلية اللي بيقدمها بنك تنمية الصادرات، اللي هو البنك اللي بيتولى تمويل بنسبة 100%. خير يا أستاذة دينا، طبعا يسعدني دايما ان انا اكون معاكي في البرنامج. المبادرة النهاردة، البروتوكول اللي وقعناه في اطار المبادرة سيادة رئيس الجمهورية مصنع الجاهز بالتراخيص، زي ما ذكر البشمهندس مجدي 13 مجمع صناعي في جميع انحاء الجمهورية، حوالي 4300 مصنع للمشروعات الصغيرة، طبعا في إطار المبادرة اللي برضو مطرحها البنك المركزي في نفس الإطار 5% متناقصة. يمكن الجديد اللي احنا بنقدمه ان بنمول 100% من قيمة الوحدة، وفترة السداد بتمتد لعشر سنوات وبتكون بدون أي مصاريف إدارية، بنحط فترة سماح لمدة سنة، وطبعا بنمول رواد الأعمال وشباب المشروعات، كمان بنقدر ندخل المشروعات حديثة التأسيس اللي هي بنقول عليها الستارت اب، ودي من الحاجات المختلفة. بالإضافة لكده كمان احنا بنقدم خدمات غير مالية، مش فقط التمويل، نقدر نقدم دورات تدريبية مجانية عشان نعرفهم مثلا بالتصدير، بالأسواق الخارجية، كيفية المعاملات التجارية فيما يخص المستندات، الشحن، ازاي يعمل ضمان لمدفوعات الصادرات بتاعته، يقدر يوصل لأسواق خارجية جديدة. فيعني بنعمل كومبينيشن أو مزيج ما بين الخدمات التمويلية والغير مالية. الملاحظ الآن أنه أي مؤسسة تمويلية سواء كانت بنك أو حتى جمعيات أو شركات متخصصة في ذلك
دورها بالفعل أصبح شامل على الوجه اللي حضرتك طرحتيه، أنه لا يقدموا فقط التمويل المالي ولكن بيقدموا عناصر أخرى مهمة جدا لأي شخص يعني يعتزم الدخول في مشروع جديد. خلينا نعرف من حضرتك الإجراءات المطلوبة للحصول على التمويل. هو الحقيقة اللي في البداية زي ما ذكر برضو الباشمهندس مجدي انه بيقدم الطلب للهيئة، والهيئة لما بتوافق وبتعمل التخصيص بيبتدي يقدم لنا مجموعة من الأوراق. كنا حريصين برضو ان الأوراق المطلوبة ما تكونش معقدة وصعبة، فالحاجات الطبيعية اللي هي زي الترخيص، زي السجل، زي بطاقة ضريبية، المستندات المطلوبة لو هو شغال قبل كده يبقى فيه أي ميزانيات حديثة، كل ده بيحضر بقى الملف، وإحنا عملنا البروتوكول عشان نكون جاهزين علشان يقدر يشتغل على طول. مجرد ما بيتوافق له على تخصيص الوحدة بيقدر يتقدم للبنك علشان يحصل على التمويل مع تجهيز المستندات اللي بتكون مطلوبة. إيه هو متوسط سعر الوحدة الصناعية؟ لا أعتقد أن في تفاوت في الأسعار، لأن إحنا التمويل وطبعا على حسب حجم المبيعات، فلما بيكون حد المبيعات بتاعته قد تصل إلى 20 مليون ممكن ياخد حد 2 مليون جنيه، بالنسبة للستارت أبس اللي هو الحديث للتأسيس بتبقى لحد مليون جنيه وفقا بقى للحجم بتاعها والسعر اللي بتحدده الهيئة. تمام. العميل اللي ما عندوش مصنع قبل كده وبيتهيألي ده بيندرج تحت الستارت ابس بيبقى سهل انه يحصل على تمويل لو عنده فكره مثلا كامله الاركان ولا او يعني خطوات الاولى في الشركه؟ طبعا بيقدر، لان دي ما زي ما ذكرت لحضرتك دي من احد المميزات اللي احنا بنحاول نقدمها علشان نشجع الشباب اللي عندهم فكرة. يمكن كمان لو حضرتك في اللي هو رواد النيل، رواد النيل دي برضو البنك عندنا داخل في المبادرة بتاعت رواد النيل بالتنسيق مع جامعة النيل وتحت رعاية البنك المركزي، من خلال البي دي اس اللي هو البيزنس ديفلوبمنت سنترز، مراكز تنمية الأعمال، ممكن حد عنده فكرة يقدر يروح ويطلب إن هو المعونة بتاعة رواد الأعمال إنه يعمل دراسة جدوى يشوف الفكرة بتاعته مدى الفيزابيليتي بتاعتها إزاي وإزاي يقلبها لفكرة تجارية. ده سكة لطريق، يعني هذا أحد الطرق ممكن يمشي في الطريق ده ثم يروح يقدم في الهيئة يطلب المصنع بتاعه، أو هو رايح بفكرة لهيئة التنمية الصناعية برضو ممكن من خلال جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة يبقى بيجي بالأفكار دي وبيقدم، بيكون قدم طبعا على طلبات الترخيص وتخصص له الوحدة، وبيجي برضو من خلال التقديم للبنك بالمستندات. ساعتها بتختلف طبعا شوية عن يعني ما بيبقاش فيها ميزانيات مثلا، لكن بنطلب دراسة جدوى حتى وإن كانت بسيطة علشان ندرس الجدوى بتاعة الفكرة اللي هو مقدمها، وبالتالي يقدر برضو يدخل في المنظومة يعني يستغل الفكرة بتاعته ويبدأ النشاط بتاعه. مسألة تمويل 4300 مصنع يعني بورتفوليو كبير أكيد محتاج شغل كتير جدا، بالذات انكم تحددوا انه فعلا الطالب التمويل يستحق هذا التمويل. نحب نعرف من حضرتك كيف استعديتم في البنك لهذه المهمة الكبيرة. احنا الحمد لله يمكن برضو البنك الحمد لله بيكبر وبيكبر المحفظة بتاعته في جميع انواع الشركات سواء الشركات الكبيره او المتوسطه او الصغيره. احنا عملنا اداره مختصه للمشروعات الصغيره علشان نقدر نشتغل عليها بشكل اسرع، يبقى التيرن اراوند تايم اللي بندرس فيه الطلب وبتتم الموافقه عليه يكون بشكل اسرع، لان طبيعه المستثمر الصغير بتختلف عن المتوسط وبتختلف عن الكبير، فبالتالي عندنا الاداره المختصه لهذا وبندعمها طبعا بالكوادر المحترمه الفنيه وبنستقطب سواء شباب وبندربهم او
يعني زملاء بنطور الامكانيات بتاعتهم وبنكبر الاداره دي بحيث ان احنا نقدر نستقطب اكبر عدد من العملاء، لان احد اهداف البنك طبعا ان احنا نكبر القاعده بتاعه المستثمرين الصغار والشركات الصغيره نشجعها، لان دي طبعا الصغير في وقت من الاوقات بيكبر وينتقل الى المتوسط، ويمكن عمود الفقري للاقتصاد في دول كثيره منها مصر هي الشركات الصغيره والمتوسطه. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا الأستاذة ميرفت سلطان رئيس مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات. مشاهدينا الكرام، وسنتوقف مع فاصل آخر في مال وأعمال، بعده مصر للطيران تستأنف رحلاتها الدولية اعتبارا من أول يوليو المقبل. ما هي التفاصيل؟ سنتعرف عليها من خلال ضيفي رئيس الشركة القابضة. أهلا بكم من جديد. أعلنت شركة مصر للطيران للخطوط الجوية عن استئناف رحلاتها الدولية المنتظمة إلى عدة وجهات دولية اعتبارا من الأول من يوليو المقبل. وأضافت الشركة على صفحتها الرسمية على فيسبوك أنه سيتم الإعلان عن جداول تشغيل الرحلات خلال الفترة المقبلة وفقا للضوابط والمعايير المحددة في ضوء الخطة التي أعلنتها الدولة لتشغيل النشاطات والمنشآت السياحية والفندقية والمطارات وشركة الطيران. هذا موضوع يهم كثير من المصريين، وطبعا لنتعرف عن تفاصيله ينضم إلينا مباشرة الكابتن رشدي زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران. أهلا وسهلا يا فندم، وطبعا أخبار سعيدة جدا أنه الحركة ستعود لمصر للطيران، وطبعا حركة المطارات شيء رائع والكل ينتظره. خلينا نفهم من حضرتك بداية الإجراءات التي تتخذونها لبداية العودة بشكل طبيعي. طبعا حضرتك احنا قمنا باتخاذ جميع الإجراءات اللي هي استعداد لعودة الحركة، بداية من تعريف كل الموظفين وكذلك أفراد الطاقم بالخدمات اللي هتؤدى أو بالإجراءات الاحترازية اللي هتؤدى أثناء نقل الركاب أو أثناء استقبالهم في المطار لإجراءات السفر، وطبعا كلها بناء على الإجراءات اللي نشرت من المنظمة العالمية للطيران اللي هي منظمة الإياتا. ايه هي الضوابط دي يعني اللي تهم المسافر بشكل رئيسي؟ طبعا عليك ابتداء من دخول الراكب الى المطار هيتم قياس درجة الحرارة للركاب على الاطمئنان ان مفيش اي راكب مصاب، وطبعا الراكب اللي هيكون درجة حرارته بتعدى 38 هيمنع من السفر ويتحول طبعا للكشف الطبي. طبعا إجراءات التباعد أثناء إجراء السفر، وتم وضع يعني علامات إرشادية على الأرض إن الركاب تلتزم بيها. حطينا أجهزة تشيك إن ذاتية بحيث إن الراكب ممكن يطلع البوردنج بتاعه من الماشين من غير ما يتعامل مع أي أفراد. بعد كده بالنسبة برضو لإجراءات الجوازات تم التنسيق مع الجوازات إن برضو يكون في تباعد أثناء إجراءات الجوازات وكذلك أثناء الصعود للطائرة. بالنسبة على الطيارة هيكون إن شاء الله في مواد معقمة كت هتتوزع على الركاب، هيكون فيها ماسك وجوانتي ومواد معقمة للاستعمال أثناء الرحلة. مش هيكون في تقديم أي مشروبات ساخنة، جميع المشروبات اللي هتتقدم هتكون معلبة ومغلقة، وكذلك الوجبات هتكون كلها مغلفة ومعقمة. بالنسبة للعائلات بالذات الأسر اللي عندها أولاد صغار يعني، وساعات بيكون مسألة التباعد مش سهلة، هل في
يعني اعتبارات ستتخذ بخصوص الأطفال مثلا اللي بيكونوا بيصطحبوا آبائهم في الرحلات؟ هو حضرتك مفيش على الطائرة نفسها مش هيكون في تباعد إلا في حالة إن عدد الركاب على الطائرة هيكون قليل مش كتير، فممكن نعمل إجراءات تباعد، لكن لو الطائرة عليها حجم ركاب كتير هيكون مفيش تباعد على الطائرة، فعادي ممكن بيكون الأطفال بصحبة والدهم أو والدتهم عادي طبيعي. يعني تنظيم المقاعد هيكون مفيش مثلا مقعد خالي ما بين المقاعد اللي بيتم شغلها على الطائرة، هتكون ممكن لو طاقتها تستحمل 300 وحاجة مثلا شخص هتكون كاملة. بالظبط يا فندم، مش مفيش إجراءات لأن يكون في كرسي فاضي في المنتصف زي ما كان متوقع في الأول أو كان زي ما كان مصار في الأول، لكن ده اتلغى، وهيكون لو الحجم الحجوزات على الطائرة طائرة مليانة مش هيكون في أي كراسي فاضية. الناس كانت قلقانة يا فندم من فترة، الحاجة الوحيدة اللي هتتم اتفضل اتفضلي يا فندم. الناس كانت قلقانة انه ممكن تكون الأسعار هتغلى بشكل ملحوظ، لأنه ربما شركات الطيران تريد تعويض المقاعد الخالية، فده مش هيبقى موجود دلوقتي، ولا في زيادات فعلا في أسعار التذاكر بشكل عام؟ لا يا فندم، مفيش أي زيادات في الأسعار، الكلام ده كان مصار زي ما قلت لحضرتك، لما كان مصار ان هيبقى فيه كرسي فاضي في المنتصف، فده كان هيؤدي الى زياده في اسعار تذاكر السفر، لكن طبعا الكلام ده بما انه ما بقاش موجود فالتذاكر هتبقى بنفس الاسعار الطبيعيه اللي كانت قبل الجائحه ان شاء الله. يا كابتن، هل في تعاون ما بينكم وبين شركات متخصصه في تعقيم الطائرات؟ يعني هل البروتوكول ده موجود، ولا بيتم ارسال البروتوكول لشركات الطيران المختلفه وتتولى التعقيم وفقا له؟ بالتاكيد طبعا احنا جوه مطار القاهره قبل اي طياره ما تطلع من القاهره بتتعقم تعقيم كامل، وكذلك بعد الوصول مطار الوصول في طبعا بروتوكول بان بيتعمل برضه للطياره تعقيم بواسطه الجهه في المقصد اللي رحنا له، وبتتعقم الطياره مره اخرى قبل صعود ركاب العوده. ايه هي الوجهات اللي نقدر نقول اصبحت مفتوحه بالنسبه للمسافرين المصريين؟ بنسمع انه دلوقتي الولايات المتحده الامريكيه ممكن السفر ليها، هل يعني المناطق الاخرى اوروبا مثلا اسيا، هل الامر بنفس السهوله، ولا في مناطق لسه مش عارفين امتى هيكون مفتوح السفر ليها؟ الحقيقه احنا بالنسبه لنا الولايات المتحده الامريكيه، كل اوروبا، الشرق الاوسط، كذلك منطقه الخليج، بعض البلاد حتى قيود معينه زي الصين مش هتقبل غير رحله واحده اسبوعيه لمقصدين اللي هم جوانزو وبكين. افريقيا لغايه دلوقتي مغلقه امام الحركه بالنسبه لنا ما عدا السودان. طبعا القيود اللي هتكون في وصول الركاب في كل مطار بتختلف من مطار لمطار، ودي تم اعلانها علينا يعني، بحيث ان احنا نعلن بها الركاب ونتاكد ان الراكب معاه يعني متوافق مع الاجراءات المطلوبه لدخوله للمقصد اللي رايحه ان شاء الله. طيب ده بالنسبه للمصريين اللي بيسافروا للخارج، ايه الاجراءات اللي هتكون متبعه لمن يقدم الى القاهره سواء مصريين او اجانب؟ الحقيقه في مطار الوصول ان شاء الله مطار القاهره هيتم برضو في كاميرات حراريه مركبه في مطار الوصول، مطارات الوصول هيتم قياس درجه حراره الركاب، واي راكب بتكون درجه حرارته مرتفعه هيبتدي يتعمل له تحليل اللي هو المواد الاجسام المضاده اللي هو الانتي بوديز، واذا كان التحليل نتيجته ايجابيه
هيتحول للحجر الصحي ولمزيد من الفحص للتأكد من إذا كانت حالته إيجابية من عدمه، وإذا كان كده هيتم إجراءات الحجر عليه للمدة القانونية لغاية ما يتم شفاءه. طبعا الفترة اللي فاتت كانت من أصعب الفترات على قطاع الطيران عالميا، نحب نعرف من حضرتك يعني إزاي تأثرت مصر للطيران بفترة التوقف، سجلتوا خسائر قد إيه يا فندم؟ الحقيقة طبعا احنا قطاع الطيران بيبقى هو أكتر قطاع بيتأثر بتوقف الحركة، وده الشركة تكبدت خسائر لغاية دلوقتي حوالي 3 مليار جنيه بمقدار حوالي مليار جنيه شهريا. ده بالنسبة للطيران طبعا الجوي، ماذا عن الشحن الجوي؟ الشحن الجوي الحقيقة مستمر في العمل، لم يتأثر بالجائحة وكان شغال بصورة طبيعية، لكن طبعا حجم حركة النشاط الشحن لا تمثل أكثر من 10% من الإيراد بتاع الشركة. إيه أكثر أسواق كنا بنشتغل معاها في الفترة اللي فاتت؟ لأنه أكيد كان في إغلاق بعض الشيء، إجراءات أكثر صعوبة، أي الأسواق كنا نتعامل معها بشكل يمكن أن نقول عليه طبيعي؟ في أثناء فترة الجائحة حضرتك ولا ما قبل الجائحة؟ لا، خلال فترة الجائحة. هو خلال فترة الجائحة طبعا احنا ما كناش في أي رحلات غير الرحلات اللي كانت بنقوم بها لإجلاء المواطنين المصريين من مختلف بلدان العالم، وبالفعل قمنا بعدد كبير من الرحلات لإعادة كل المواطنين. أنا أقصد الشحن يا فندم، الشحن الجوي والحركة التجارية عبر أسطول مصر للطيران. الشحن الجوي طبعا كان التركيز على نقل الأجهزة الطبية والمواد الخامات الطبية زي الماسكات والحاجات دي من الصين إلى مختلف بلدان العالم. يعني تم طلب عدد كبير جدا من الرحلات مننا من الصين وإلى مختلف وجهات العالم لنقل أدوات طبية. في مثل هذه الفترات اللي هي بعد أزمة يعني غير مسبوقة في العالم في الحقيقة، على الأقل في العصر الحديث، أكيد كل شركات الطيران بتحاول اجتذاب عملاء أكثر لها. فمصل الطيران ما الذي تقومون به لجذب عدد أكبر من الناس لاستخدام الخطوط المصرية؟ إن شاء الله خلال الفترة القادمة هيكون في عروض تخفيضات في الأسعار وبعض المزايا للركاب في الفترة القادمة لجذب الركاب إن شاء الله وتشجيعهم على السفر. بالنسبة للسياحة الداخلية يا فندم، هل ارتداء الكمامات سيكون إجباري حتى داخل الحدود المصرية من القاهرة مثلا لأي وجهة أخرى؟ هو الحقيقة طبعا ده بناء على التعليمات الحكومة، انه ارتداء الكمامة دلوقتي بقى إجباري في جميع المناطق اللي فيها تجمعات، وكذلك بالنسبة للطائرات حتى النقل الداخلي او الطائرات نقل السياح برضه هيكون عليها مطبق نفس الإجراءات. كانت مصر للطيران يعني بتعقد صفقات لشراء طائرات جديدة، ما مصير هذه الصفقات؟ طبعا الكلام ده كان قبل أزمة كورونا. والحقيقة كل صفقات بالنسبة للطائرات الجديدة كانت اوريدي تمت قبل الجائحة، ويعني ما فيش أي شيء فيها تغير، وحتى الطائرات اللي كان مزمع استلامها خلال الشهور القادمة إن شاء الله هيتم استلامها في موعدها. بتتوقعوا تسليمات الشهور اللي جاية؟ يعني هل في تاريخ محدد لاستلام الطائرات الجديدة؟ خلال
خلال شهر يوليو إن شاء الله في 6 طائرات جديدة متوقعين إن إحنا نتسلمهم إن شاء الله. من طراز إيه يا فندم؟ إيرباص 320 نيو وإيرباص 220. طيب أخبار كويسة جدا، وبنتمنى إنه الحركة تسير بشكل طبيعي وجيد وتستطيع تجاوز الخسائر اللي حصلت. هل حضرتك متوقع إنه يعني تجاوز هذه الخسائر أو تعويضها يتم سريعا، أو يعني على مدى كم شهر ممكن تعوضوا الخسائر اللي تكبدتها شركة مصر للطيران؟ لا طبعا احنا متوقعين يعني ان دي فيها هتكون فتره طويله عشان الحركه تعود الى ما كانت عليه في 2019. يعني المنظمات العالميه الدوليه والعالميه بتتوقع ان الحركه ممكن ما تعودش غير 2023، يعني بنتكلم في 2.5 سنين تقريبا. لكن احنا نامل يعني انه يعني بظهور فاكسين او بظهور علاج للمرض أو انخفاض أعداد الإصابة، نتمنى أن يكون سريعاً وأن الحركة تعود في أقرب فرصة ممكنة إن شاء الله. كابتن رشدي زكريا، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، شكراً جزيلاً على إتاحة هذا الوقت لنا، وطبعاً إعطائنا هذه المعلومات المهمة بخصوص عودة الطيران المصري. شكراً جزيلاً لك. قال اتحاد المصارف العربية إن السيولة النقدية في الاقتصاد السعودي سجلت أعلى مستوياتها على الإطلاق بنهاية الأسبوع الماضي لتصل إلى 1,320,000,000,000 ريال. وأضاف أن المعروض النقدي ارتفع بأكثر من 20% خلال الفترة ذاتها، وهو الأمر الذي سيسهم في تعزيز الطلب الكلي لدعم الناتج المحلي الإجمالي والتوظيف. توقع صندوق النقد الدولي انخفاض دخل الأسر بالدول الهشة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بسبب أزمة فيروس كورونا. وأضاف الصندوق أن المناطق التي تشهد صراعات ستكون أكثر عرضة للصدمات الاقتصادية، متوقعا انكماش الناتج المحلي الحقيقي في هذه الدول 7% خلال العام الجاري. ارتفع الانتاج الصناعي في الصين للشهر الثاني على التوالي وسط التعافي البطيء للاقتصاد من تداعيات وباء كورونا. وقالت هيئة الإحصاءات الوطنية الصينية إن الانتاج الصناعي في البلاد صعد ب 4.14% خلال مايو الماضي مقابل 3.9% في أبريل السابق عليه. مشاهدينا، هكذا نصل لنهاية مال وأعمال لهذه الليلة. أشكركم جزيلا على المتابعة، ونراكم دائما على كل خير.